رحب فيكم من جديد مشاهدينا. ومثل ما قلنا في المقدمة، المخدرات سم قاتل، وهي واحدة من أخطر مشاكل العصر اللي تواجه الدول، كونها تستهدف بشكل خاص شريحة الشباب والمراهقين. عسى الله يكافيهم شرها إن شاء الله، ويكافينا شرها يا رب. لذلك فإن مواجهة هذه الآفة تتطلب تضافر كبير للجهود من كافة الجهات المعنية، وتوعية مجتمعية حقيقية بأخطار وأضرار المخدرات. آفة المخدرات باتت هاجساً يؤرق الجميع، وكابوساً يقض مضاجع الدول، وخاصة أن شباب اليوم بضعاتهم لهذه السموم هم عرضة للموت المحتوم، فلا بد من قرع ناقوس الخطر. شبابنا الصغار اللي اوريدي للحين شخصيتهم ما تكونت قاعدين يجرفون وراء الادمان، فاحنا نحاول حاليا نضع استراتيجيات، نضع حلول، وذلك لمكافحه الادمان وايضا للتوعيه فيها، لان اولياء الامور يحتاجون الى دعم، والمتعافين اللي تعالجوا ايضا من الادمان يحتاجون الى دعم حتى يندمجون مع المجتمع ويسترجعون حياتهم، ونستفيد من طاقتهم الشبابيه والانتاجيه طبعا. تعاطين اللي بيجوني انا كثير بيكونوا بيتعاطوا بالاوبر أو في الأوردة، بيحكوا نفسهم بتبين الجلطات يعني، فبنقدر نشوف إذا في جلطة في الوريد اللي هو حقن فيها المادة المخدرة، وبنقدر نقول للطبيب في جلطة ولا ما في جلطة. لو وجدت الجلطة وسحبت بأجهزة الجسم ممكن تروح للرئتين وتقتل المريض موته يعني، أو تروح للدماغ أو للقلب أو لأي جزء من أعضاء الجسم المهمة وتأثر عليه. التوعية بهذا الخطر المحدق هو بداية الطريق، وتمكين الشباب وتحصينهم هو الخطوة الأولى في مواجهة سموم المخدرات. التوعية هامة، ومن المهم أن ندرك أن الوقاية الحقيقية من الإدمان تنبني على اكتساب الأطفال والنشء مهارات الحياة. هذه المسألة ليست مجرد التوعية بأخطار المخدرات، لكن تمكين الشباب والنشء والأطفال من أدوات لمقاومة عندما يعرض عليهم مخدر من أصدقاء أو من غيرهم، كيف تكون لديهم مهارات الرفض، كيف تكون لديهم فرص للمشاركة الفعالة في المجتمع، بحيث لا يحتاجون إلى ما يملأ فراغهم وشوقهم للمغامرة. لكن ما يثلج الصدر أن وزارة الداخلية هي بالمرصاد، عين يقظة لا تنام لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار والتعامل بهذه المواد المخدرة. وزارة الداخلية أمنيا هي تسيطر إن شاء الله بشكل كبير على موضوع المخدرات في دولة الكويت. نحن نعلم أن هذه مشكلة عالمية، دخول المخدرات وجلبها من الخارج وأيضا تعاطيها وأيضا ترويجها داخل المجتمع الكويتي. صراحة قطاع إدارة المخدرات والقطاع الأمن الجنائي حريصين كل الحرص على مكافحة هذه الظاهرة وضبط كل من تسول نفسه لإدخال هذه السموم إلى دولة الكويت وأيضا لترويجها. في نهاية المطاف لابد من تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لبناء سد منيع في وجه هذا المرض الذي بات يقتل حاضر شبابنا ومستقبلهم. ديما دحدا، التلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا الكرام، المخدرات كأي شيء آخر تسبق دوافع. دوافع هذه إما تكون نفسية، حب تجربة أو فضول، وأما أيضا جهل في المضار، وكثير من الأحيان أيضا يكون استغلال لشخصية ضعيفة لمن طبعا يتجه لهذا الدرب. تجعل هذا طبعا تجعل الفرد يتجه لها، يجربها، ومن ثم يقع في براثنها مدمن.
نعم، واليوم احنا نشوف انه ونأكد انه اكيد لكل مشكلة حل، وخير الحلول ان الواحد يروح على الابتعاد عن اللي يضره، وخاصة ما يضر صحته النفسية والجسدية. لهذا راح يكون معنا في الاستوديو يعقوب الشطي، رئيس قسم الخدمة النفسية الكلينيكية في مركز علاج الادمان. بعد التحية صباح الخير واهلا وسهلا فيك في برنامج العالم هذا الصباح. اهلا وسهلا، وتشرفني انا اليوم بوجودي معاكم. احنا بالاكثر. عندي لو بالبدايه ناخذ نبذه عن هذا القسم تحديدا، الخدمه النفسيه والاكلينيكيه في مركز علاج الادمان، نستعرضه اكيد للمشاهدين. نعم، قسم الخدمه النفسيه الاكلينيكيه مركز علاج الادمان هو جزء من فريق علاجي متكامل في مركز الادمان، يقدم خدماته من خلال هذا الفريق متعدد التخصصات، يعنى بعمليات التاهيل والتقييم النفسي ل المرضى المودعين أو مراجعي العيادات، وهو اللي يكون على عاتقه يعني وضع البرامج التأهيلية والتدخلات النفسية المختلفة سواء على المستوى الفردي أو الجمعي لعيانا من اللي يعانون من اضطراب استخدام المواد النفسية. نعم. طيب دكتور يعقوب، أنا ودي أيضا أعرف، يعني إحنا كل شيء تكلمنا عن الدوافع النفسية، شنو هي الدوافع النفسية اللي ممكن تدفع الشخص إلى تجربة مثل هذا النوع؟ يعني المخدرات من عمرنا احنا نشوفها شنو ما مثلوها، هي خطرة في الأول والتالي، خطرة في الأول والتالي، يعني المضرة عليك ماديا انت منضر، نفسيا انت منضر، جسديا عضويا، وآخر شيء يعني عسى الله يحفظ الجميع توصلك إلى الموت. شنو الأهداف النفسية أو شنو هي الدوافع النفسية اللي تخليك أو تخلي الشخص هذا عفوا أنه يتجه إلى المخدرات؟ سؤالك سؤال عميق جدا أخوي نجيب، لأن الدوافع هي نفسها تمثل إشكالية، لأن الدافع إحنا نعتقد يعني بديهيا أنه دائما يسبق السلوك، لكن الدافع بما أنه هو مكون معرفي فهو يكون نتيجة للسلوك ودافع لسلوك آخر. لذلك لما أنا هي لتعريف المخدر أو تعريف الإدمان، واحدة من أهم الأجزاء في أجزاء التعريف أنه هو الاستمرار في التعاطي على الرغم من العلم بالمخاطر. لذلك مجرد أن احنا نعلم أنه هو المخدر مضر لن يكون كافيا ترى الامتناع عنه، لان في الدوافع الاخرى اللي قد تكون مظاهره لنا واللي تميز كل شخص بروحه على حده، لان دوافعي انا للتعاطي تختلف عن دوافعك، مع ان السلوك واحد، اثنين قاعد ناخذ سلوك تدميري. فبالتالي ليش الناس تتعاطى المواد النفسيه؟ ولما اقصد المواد النفسيه اقصد المواد المخدرات بكل انواعها، كلمه المخدرات تشير الى يعني اثر في الجهاز العصبي باتجاه التخميد، لكن المنشطات والاشياء المهلوسه كلها تعتبر ايضا يعني من المواد النفسيه اللي احنا نطلق عليها مخدرات. انزين، فبالتالي لما انا اتكلم عن هذه الدوافع في وايد عوامل تؤدي فيني الى ان انا اتعاطى المخدرات. من العوامل ترى هي عوامل نفسيه، عوامل اجتماعيه، عوامل بيولوجيه يعني وراثيه، وعوامل بيئيه. واحده من اهم العوامل اللي تحكم سلوك التعاطي هو مدى توفر المخدر في نطاق مكاني وزماني معين. اذا خلصنا من كل هذه الامور نتكلم بالتفصيل عن الدوافع النفسيه. هي دوافع تخص كل فرد على يعني بشكل منفرد. قد يكون احيانا التعاطي هو نتيجه الى عدم قدرتنا على تحمل الواقع وضغوطه ومشاكله، فبالتالي نلجا الى حلول نعتقد انها هي سهله عشان تحل لنا هذه المشاكل. الشيء الثاني هو البحث عن الاثاره. انا بجرب، تعال في جو يعطيني اياه، في حركه انا اسويها، زين في سلوك اكشن راح يصير لي من التعاطي. يعني خصوصا المراهقين وايد هذا الموضوع يثيرهم. بس عفوا عفوا، يعني هذا السلوك او هذا الاكشن او هذا مو انت، يعني خلينا نحطها بين قوسين، هذا مو هذه مو شخصيتك، هذا ولا هذا اسلوبك، هذا مو انت. يعني انا على سبيل المثال انا يتبع تعاطى لغرض ما مثلا الإثارة والأكشن،
بس هذا مو انا بعد ما اتعاطى، هذه مو شخصيتي، مو انا بعد ما تتعاطى. اي يعني اقصد عقب ما اخذ الجرعه او اخذ الـ شنو ما كان هذا اللي اخذته، اذا هدفي الاكشن مثل ما قلت لازم انا اكون عارف انه حتى لو احد بيصورني بيشوفني هذا مو انا. يعني اللي اخذته، هذا اللي اخذته مفعوله هو اللي قاعد يسوي فيني كذي، بس انا شخصيتي مو هالشخصيه. يعني الهدف وهم. وهم طبعا، وهذا الوهم وهذه المشكله. احنا دائما نقول يعني جزء من نمو الانسان وتطوره هو استمتاعه في رحله الحياه وبذل الجهد من اجل انه يحقق غاياته وسعادته واشياء، ما ياتي باشياء مصطنعه. انا يعني وانا صغير كنت اتذكر يعني اجمل مشهد في قصه علاء الدين والمصباح السحري والخاتم السحري والصاحب الخاتم اضعف من صاحب ينتهي دائما هذا المشهد برساله بصراحه في قمه الروعه، ان علاء الدين يتخلص من المصباح ويتخلص من الخاتم، ويقول ان الانسان يحتاج يحقق احلامه وغاياته من خلال جهده وحياته وذاته. نعم زين. فبالتالي المخدرات نعم هي وهم، وهم قائم على تشويه الإدراك بصورة كيميائية، وهذا يكون له ثمن. الثمن هذا اللي احنا نشوفه، تدمير لصحتك الجسدية، صحتك العقلية، علاقاتك، مستقبلك، عائلتك، وضعك القانوني، عائلتك، المحيط اللي حوالينك، البيئة اللي انت قاعد فيها، المجتمع اللي انت موجود فيه. بالتالي لما يزيد عدد المتعاطين اللي موجودين في الشارع، أنا ما راح أقدر أسوق سيارتي وأمشي، راح تزيد السرقات، راح تزيد المشاكل، راح يزيد العنف، راح تزيد المشاكل القانونية، راح نجهد نظامنا الصحي ونظامنا الأمني. صحيح. فهذا كله راح يكون موجه للتعامل مع هذه المخاطر والنتائج اللي تنتج عن سلوك الإدمان. احنا ودنا يعني نتعرف على الإدمان بحد ذاته. في بعض الـ الناس او النماذج يكونون مثلا تجربة يبدونها، ولكن في ناس تستمر تجربة محدودة او ان لا يستمرون في يكونون إدمان، وفي ناس اللي الله قدر يخلصهم وانه يصلون لمرحلة التعافي. فودي افرق بين هذه النماذج. في مقولة دائما احنا نقولها ونلاقيها دائما في البحوث، تلاقيها من الجمل الاولى اللي تظهر في مقدمة اغلب البحوث اللي تعنى في المخدرات ومشاكلها. نقول ان الإدمان هو مرض اطفال، بمعنى ان السن الحرجة لبداية التعاطي هو سن المراهقة، 13 14 15 سنة. زين، هذه هي السن الحرجة، وإن كانت اليوم بعد يعني تشريع تعاطي بعض المواد في شمال أمريكا وأوروبا، لقينا أن السن اللي قفز من 13 14 سنة إلى 30 و32 بسبب تشريع المخدر. ولكن هذا السن، سن المراهقة، هو السن الحرج. لذلك إذا استطعنا أن نؤجل سن التعاطي، سن أول تجربة، راح نقدر نوصل هذا الفرد إلى احتمالية دنيا من التعاطي، بمعنى أنه راح يكون في مأمن بقدر وايد أكبر كل ما زاد العمر. ليش؟ لأنه يكون تحصن نفسيا، عنده خبرات، يستطيع أن يواجه تحديات، أيضا واجه تحديات تعامل معها، حسم المسار تقريبا اللي بيمضي فيه في حياته، وأدرك إدراك كلي أنه هو ليس استثناء من النماذج اللي شافها من اللي تعاطوا. فبالتالي لما أتكلم عن التجربة، التجربة هي يعني أسوأ ما يمكن أن يحدث للفرد، إنه ممكن تأخذه للمراحل الأخرى ويكون خصوصاً إدمان. خصوصاً اليوم مع يعني ما لدينا من أبحاث، ويعني خصوصاً بعد 2013 قمنا نشوف، يعني قبل كنا إحنا نفرق بين الاستخدام وسوء الاستخدام والاعتماد، اليوم ما قمنا نسوي كذي، لأنه هو متصل واحد. أنت لما تجرب فأنت في خطر عالي نحو أنك أنت راح تصل إلى يعني المعايير التشخيصية لاضطراب استخدام المواد النفسية. فلذلك اليوم احنا نتكلم عن الشدة، فبالتالي تأجيل
التعاطي الأول أنا أعتقد هو أفضل وقاية إحنا نسويها كفئة عمرية. يمكن بعد نجيب اللي قاعد يتكلم من الفئة العمرية هذه تكون بالمرحلة الثانوية، يعني أكيد في طرق إن إحنا لازم 13-14 المتوسطة وأيضا يوصلون للثانوية بعمر 15 وما فوق. ولكن يعني أنا هم في نقطة من خلال مقدمتنا في هذا الموضوع، أن في بعض الأحيان شخصية الإنسان نفسه، تاجر المخدرات لا طرق كثيرة وكذاب عود ما لا طب فعلا نصاب إيه كذاب عود ونصاب إلى آخره، بيوصل لغاية ما في نفسه وهي المبالغ المالية اللي يحصلها، ما عنده هدف ثاني، يعني هدف المبالغ، هدف الفلوس، فيحتال بأكثر من طريقة وطريقة ليصل إلى هذا الشخص، إن كان ب 13-14-15-16 إلى 30 وما فوق، هو عنده طرق احتيال أساس أنه يوصل لهذا الشخص، أساس أنه يبيعه ويعلقه. لأن طبعا أنت أخبر مني بهالأمور كونك مختص في 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 أمور من يأخذونها خلاص يشبصون فيها. في المقابل شخصية الإنسان نفسه، أنا شلون أقدر أتعامل مع هالنوع من التجار اللي ما يخافون الله لا في نفسهم ولا في عيال الناس. أخوي نجيب، أنت تو يعني من كلامك قلت إحنا كنا ندري عن أضرار المخدرات، زين، وهذا ترى حقيقي. ما يوصل الطفل لعمر 4-5 سنين إلا وقد وصل له أن التدخين مو زين والمخدرات مو زينة، ترى شوف لا تشرب بيبسي ولا تشرب والمشروبات هذه والأشياء والحلاوة والأشياء هذه ترى كلها توصل له. حتى لو أنا أقول يعني حتى لو فشلت الأسرة في توصيل هذه المعلومة راح يوصلها التلفزيون ووصلها المدرسة ووصلها، يعني ترى الموضوع هذا جود يوصل حق الطفل. صحيح. إنزين، هل إحنا معرضين للتاجر هو مصلحته المبالغ وما يهمه أنت شنو تبي؟ طبعاً. هو يهمه إنه يأخذ، وخصوصا تاجر المخدرات. صحيح. اللي يحصل إن إحنا نربي عيالنا أحياناً على إن من الجيد إنك أنت تسمع كلام اللي أكبر منك، تسمع كلام ترى هذه مو دائما يعني نصيحة جيدة، لأن أنت يبي لك تعلم ولدك على أنه يستطيع الحكم على ما هو مفيد وما هو مضر، وفي حالة عجزه عن إدراك هذا يسأل ويقيم ويسأل الناس اللي يثق فيهم واللي ما عندهم مصلحة فيه، القراب منه اللي هم أمه وأبوه وأخوانه الأكبر. فبالتالي احتاج ان انا اعلم الولد انه يكون مستقل، انه ياخذ قراراته البسيطه بنفسه، يعني ببساطه لما انا ابي البسه اقول له تعال عندك هذا وهذا ايش رايك، فاذا لبس هذا اقول له بس ترى هني احنا نحتاج نسوي كذي وكذي وكذي، فافضل انك تلبس هذا، اشركه في الموضوع، ابني عنده راي، لان انا ابي في النهايه طفل او مراهق يعرف يقول الغلط لا، هذا أأمن شيء، أنا ما أقدر أكون معه 24 ساعة وأقرر عنه. ففي المدرسة راح ينعرض عليه سيجارة، راح ينعرض عليه إيش رأيك ما نحضر المدرسة الحصة، نقصها، إيش رأيك نسوي، يحتاج أنه يقول لا، ولما راح يقول لا في عواقب لهذا لا، راح يصير في ضغط من الأقران، تعال أنت مو ريال، أنت مو معنا. هذا اللي قاعد أقوله، أن في طرق لتاجر المخدرات فإنه يزين هالأمور في 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 عيون هالأطفال أو هالمراهقين. صح. فأنا يمكن مرة المرات مر علي يعني بما معناته إنه دائما علم عيالك أول شيء يقول لا، لو شنو بتعطي غلاس ماي ما لا ما بي مشكور أو رجع لي فورجع لي. فمثل هذه الأمور أنا أقصدها شلون يقدر يتعامل وياها، لأن في بعض الأحيان حتى تجار المخدرات يستغلون ناس بهالعمر بأعمار الشباب اللي ب 13-14 إلى إنهم أصلاً كانوا خلاص صايدينهم وهم اللي وزعون لهم. طبعاً هو يعني أخوي نجيب، بس في نقطة هني، ما في واحد يتعاطى مخدر خلاص صار مدمن اليوم الثاني، هو مو كذي ترى. يعني دائماً عندك أنت مساحة ووقت إنك أنت تلاحظ، يعني من قبل إحنا نقول دائماً الوقاية خير من العلاج. أي. لما يكون في أسرة زينة، أسرة يعني تقدم الرعاية البسيطة لعيالها، يعني أنت ما تحتاج عشان تقي عيالك من المخدرات غير أنك أنت تكون بس أب
جيد. يعني شنو اب جيد؟ ما راح متواجد وياهم، تروح وياهم، ترد وياهم، ومو كل الوقت يعني طبيعي. بس ترى ما طبيعي على قولتهم، ما هو مو مهم مشقه، تراعيهم، تشوف متطلباتهم، تشوف احتياجاتهم، تتكلم معاهم، تهتم في شؤونهم، بس تعرف يطلعون مع منو، يجون مع منو. اذا عرفت هذه الاشياء، هذه افضل وقايه ترى حق ولدك من تعاطي المخدرات. النقطه الثانيه هو يقول لا، بس السؤال هل اشركني انا كابو في الموضوع؟ هل يا قال لي كأم يما أنا اليوم صار معي في المدرسه شيء موقف. واحد اثنين ثلاث، ونبدا نتناقش ونبدا نتصرف. فبالتالي مثل هذه الأمور وايد ضرورية في التعامل مع هذه المشكلة. لذلك وجود أسرة داعمة، وجود أسرة يعني تقدم الدعم لأبنائها، هذه أفضل وقاية لهم. أكيد، ويعني الأسرة دائما دورها هو اللي ينمي ويصقل من شخصية أبنائهم أكيد، وهم الأسرة هي المكان الآمن لهم بالآخر. ويعني نتمنى أن احنا نقدر من خلال هذا اللي استعرضناه من تفاصيل أيضا نقدم نصيحة أخيرة في كلمتك الأخيرة من لقائنا لهذا اليوم للأسر اللي تتابعنا. أكيد أنا دائما أحب أني أنا أوصل التفاؤل للناس. أولا مشكلة المخدرات وإن كانت مشكلة مؤذية ومكلفة على المستوى الصحي والمادي والأمني، ولكن لها طب، لها علاج. الوقاية بإيدنا، بأن احنا نكون مع عيالنا وندعمهم. اثنين، في حال حدوث المشكلة فإن هناك طب وهناك مركز في الكويت يقدم خدماته لكل عيالنا ويجيب نتائج جيدة، ويبينا ان احنا نعطيه الفرصة ونثق في عيالنا حتى لما يطيحون في هذا الشرك فإن له مخرجا، يقدرون أن ينولدون من جديد بعد هذه الخطوة، طبعا يكونون في أفضل حال بعد إن شاء الله. نسأل الله السلامة لهم إن شاء الله، والله عافيهم إن شاء الله من هذه الآفة. كل الشكر لك أستاذ يعقوب الشطي، رئيس قسم الخدمة النفسية والإكلينيكية في مركز علاج الإدمان. بارك الله فيك وبارك الله في عملك. شكرا لكم. شكرا جزيلا.